أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، وأرحب بكم في حلقة جديدة من اشتباك مباشر التي سنناقش فيها قضية الهيئة المستقلة للانتخابات، تلك القضية التي أخذت بعدا يعني كوميديا أحيانا وبعدا سياسيا أحيين، ولكن ظاهرة الأطباء وظاهرة يعني التشكيل العجيبة يعني دفعت بكثير من الأردنيين إلى التندر لغياب يعني أخصائي تخدير، لغياب أخصائي مثلا يعني جينات، فكثير يعني هذه القضية أخذت مداها. ولكن للأسف لا نريد أن يكون لغة التعاطي مع هذه الهيئة بالدعابة والإشارات الساخرة، نريد أن نقرأ هذه التركيبة، هذه الهيئة، ما لها وما عليها. لذلك يسرنا أن نستضيف السياسي العتيق والنائب العتيق أيضا والوزير، والآن يعني هو يشغل يعني يدير معركة مجتمعية تحت لافتة الحوار الوطني. قطعا يعني كل ذلك يعني بكمل مع الاسم الأستاذ محمد داودي. مساء الخير. مساء الخيرات. أهلا وسهلا فيك في اشتباك مباشر، وإحنا سعداء اليوم أن نشتبك معك إيجابيا في هذا الموضوع، ويسرنا أيضا أن نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم على هواتف البرنامج 460-12-16 460-12-04-079-639-570. والحلقة يمكن أن تشاهدونها أيضا وليس الاستماع لها على صفحتنا على الفيسبوك راديو البلد. الوضع الإقليمي ما بيسمح إنه نبقى سوا، الوضع الإقليمي منعنا نشم شوية هوا، الوضع الإقليمي ما بيسمح إنه نبقى سوا، الوضع الإقليمي منعنا نشم شوية هوا. أبو عمر مساء الخير. مساء الخير أخي عمر. وخلينا نحكي إنه الآن هذه التركيبة قد تكون للوهلة الأولى أثارت يعني ظاهرة فكاهية، ولكن هذه بتروح السكرة وبتيجي الفكرة. الآن كيف نقرأ هذه التشكيلة من وزير أدار معركة قانون، وزير تنمية سياسية وشؤون برلمانية، ثم يأتي هو ليكون على رأس الهيئة المستقلة للانتخاب؟ هاي التشكيلة وهذه النقلة قديه ممكن تأثر سلبا أو إيجابا على المشهد الكلي؟ جميل أستاذ عمر، بأمانة أنا بكون مبسوط لما أكون أنا وياك، الله يخليك. يعني أنت بثير بعمق وبوطنية ومسؤولية قضايا مهمة، الله يخليك. هذا واحد. اثنين، الهيئة المستقلة للانتخابات بتعيدنا لجذر المشكلة اللي هو الانتخابات كلها. نعم. برمتها يعني هي واحدة من فروع هذا الموضوع اللي هو الانتخابات. الهيئة المستقلة للانتخابات تولاها أول من تولاها الأستاذ عبد الإله الخطيب، وهو كفؤ وكان جديرا وكان كبيرا أيضا في إدارة تلك الانتخابات التي استقال على إثرها تركها. إذن القصة، أيضا الدكتور خالد الكلالدي رجل محترم وسياسي وله يعني في هذا الحقل ممارسات طويلة في موضوع الوزارة، وزارة الشؤون السياسية، وفي التحضير مع نخبة من المساعدين أيضا والقيادات لقانون الانتخاب، ثم الآن يتولى الهيئة المستقلة للانتخابات. الهيئة المستقلة للانتخابات بناء فوقي، بناء فوقي. نعم. صحيح بناء دستوري لكنه بناء فوقي، ومهم أن يكون هذا البناء الفوقي، مهم أن يكون له قانون ويكون في لها ترتيبات. لكن اللي بيدير الانتخابات ليس خالد الكلالدي وليس نزيه العمارين وليس الثلاثة اللي معه، الخمسة كلهم المحترمين. نعم. يعني فريق الهيئة الخمسة مش هو اللي بيدير الانتخابات. نعم، الذي يدير الانتخابات 30-35 ألف مواطن أردني من مختلف الوزارات في الميدان، هؤلاء هم من يحركون هذا هذه الطبخة، وأنا شفت كيف بيديروها في مزاج كثير وفي تعليمات وفي كثير من المداخلات في هذا الموضوع. يعني مثلا كانوا يقولوا في الانتخابات الماضية لما كانت في قائمة وطنية، يقولوا انه اذا بتحط اشارة صح على
الرمز القائمة صحيح بيمشي الحال، في مناطق أخرى لا. أنا لما تولى الأستاذ عبدالله الخطيب اللي بحترمه وبحترم الأخ خالد أيضا، لما تولى حكيت أنا وياه، والحقيقة أنا بعدين ترشحت فعلت معه طويلا في هذا الموضوع، قلت له القصة مش أنت، نحن نثق بك، نثق بخالد الكلالدي، لكن القصة تحت، الموضوع كله تحت، البنية التحتية مش البنية الفوقية. هون طبعا في تحوطات، في قسم وفي كذا للناس اللي بدهم. طب مش هذا بيدفع انه تكون التعليمات واضحة وصريحة ومش زي تعليمات غامضة ممكن ان يتعاطى معها كل شخص على مزاجه؟ صحيح، هلا في تعليمات، لكن التعليمات في كل الدنيا يعني يمكن خرقها، نعم، يمكن توظيفها لمصلحة ما، عرفت شو. انا هذا اللي بدي اركز عليه، في بنيتين، البنية الفوقية الدستورية، البنية القيادية، وفي جيش تحت، في جيش من 30,000 إلى 40,000، بعرفش السنة قديش بيكونوا، بتحكي في جيش، هل يمكن ضبطه؟ هذا التحدي الكبير على خالد الكلالدي. التحدي أنا بحدده بنقطة مهمة جدا، أنا قلت وتفاعلت أنا ياك بالقصة، نزاهة الانتخابات أهم من قانونها. هذا الحكي بيطرح على الدولة كلها وعلى اللي في الواجهة الدكتور خالد، بس بيطرح علينا كلنا، على الدولة كلها، تحدي استرداد الثقة بالانتخابات. هذه الانتخابات السنة تتحمل أعباء ما قبلها، نعم، من انتخابات، والثقة بالانتخابات في الأردن ليست يعني ليست كاملة، بديش أقول مهزوزة منعدمة إلى آخره، لا، ليست منعدمة لكنها ليست كاملة. أهم تحدي الآن واللي بده برنامج وطني لإنفاذه هو استرداد الثقة الشعبية بالانتخابات، لأن الانتخابات في الأردن شابتها شوائب التزوير في محطات مختلفة، وتم إعلان ذلك يعني من الذين زوروا ومن الذين زور لهم أيضا. يعني واحد قال أنا نجحت أول مرة بالتزوير، نجحت ثاني مرة بالتزوير، لكن ثالث مرة نجحت بذراعي. هذا من النواب اللي هذا واحد حكى معي في برنامجي على التلفزيون، نعم، قال أول مرة وثاني مرة أنا، نعم، ساعدت، شكرا لصراحته، والله إنه جريء. طب أنا بدي أبدأ من فوق قبل ما نصل من تحت أبو عمر، لأنه التأسيس النظري مهم. أنت كنت، وهون الدكتور خالد الكلالدي كان بمب الانتخابات، جميل، بمب القانون، نعم، ثم سيصبح فلترا، كيف يمكن أن تكون أنت البامب وأنت الفلتر؟ يعني هذا كمان سؤال كبير، إنه قد يكون هذا مفيد، إنه هو اللي بيعرف الخبايا القانون ممكن يحط تعليمات تنفيذية كويسة، وقد يكون أيضا بيعرف ثغرات القانون فيغطيها بالتعليمات التنفيذية. كيف بتشوف ظاهرة البامب والفلتر يكون واحد؟ يعني شوف، هذه يعني معضلة بأمانة، معضلة، لكن يعني أنا بثق بالدكتور خالد، شايف، واللي بيطمني أكثر أن الدولة ليست مضطرة إلى تخليق نخب بالدوارق وبالغرف المغلقة. كان تم تخليق هذه النخب، والآن تجلى لنا كليا أن لا ضرورة لإحضار شخصيات كرتونية، شخصيات ضحلة، شخصيات هزيلة، وتحط لها جباير وتقول لها انزلوا سباق 100 متر. ما في ضرورة، ما كان في ضرورة، لكن الآن ما في ضرورة أكثر، وفي مؤشرات على أن خالد يتحرك في بيئة صديقة، الآن يتحرك في بيئة صديقة لينجح. أكبر تحدي وأخطر تحدي لأي سياسي أردني الانتخابات، خوض الانتخابات، خوضها بنزاهة، الإشراف عليها، المشاركة، يعني كلها الانتخابات مقتل في البلد. ولذلك خالد الآن يتحرك في بيئة صديقة بتمكنه أنه يحقق نزاهته الشخصية ويسهم في تحقيق نزاهة الانتخابات، لأنه البلد ليست مضطرة للتزوير، ليست مكرهة على التزوير، في نخب عظيمة أردنية ممتازة في كل الأردن يمكن لها أن تترشح وأن تنجح دون دعم لا مادي حتى يكلف الدولة، ولا دعم معنوي، ولا حتى يعني مساجلات غير موضوعية. بس في ظرف سياسي أكثر استرخاء من الآن، واقتصادي أكثر استرخاء من الآن، مارسنا التزوير الفاضح.
صحيح. الآن شوف النخبة أو مركز القرار، نعم، أقول اللي بيسموه الدولة العميقة، مركز القرار قادنا خلال الخمس سنوات الماضية وعمل بحكمة وبموضوعية وبمرونة، وأقول لك بخيال سياسي كبير، تمكن مركز القرار بقيادة جلالة الملك من تمرير الخمس سنوات الماضية بمنتهى البراعة، وتخفف وأقول لك تفادى ضغوطا هائلة من حلفائنا ومن أصدقائنا من ممولينا أيضا من مانعينا، تفادى ضغوطا هائلة ليكون في هذا الجاكيت الحديدي الايرون جاكيت، مررها. وهذا أنا براهن على هذه الحكمة وهذا الخيال السياسي. البلد أو النظام الذي يخوض أو الذي يجري انتخابات في هيك ظرف البلد إقليمي وظرف في داخل، هيك ظرف قاتل زي ما تفضلت، هو نظام واثق من نفسه ومستقر وشجاع، ويحتاج إلى أن يكمل هذا الجمال بانتخابات نزيهة حرة يتسابق فيها أبناء البلد دون ما أي تدخل، لأنه ما مهما كانت النتيجة أخي عمر، نعم، ما في إمكانية أن تكون النتيجة غير وطنية. صحيح. ما في أحزاب خارجية بتتدخل. الإخوان المسلمين الآن يخوضوا الانتخابات وهذا حقهم، لكن في مسبار، قبل امبارح صارت انتخابات نقابة المعلمين، أحسنت، وقدمت لنا مؤشر وقدمت لنا دليلا على أن الناس مزاجها المعلمين مقطع عرضي للمجتمع. صحيح. الناس لا تريد أن تجرها إلى التوتر، الناس بدها تنتخب عمر كلاب لأنه مع الاستقرار ومع الطمأنينة ومع السكينة ومع استثمار واغتنام الجو السياسي اللي في الأردن لإبعاد الإرعاب عن الناس، نعم، عدم إخافة الناس، هذا المزاج الآن، وبالتالي لا يعطي الدولة ولا يضغط على عصب الدولة لاختيار سين أو صاد أو التدخل في الانتخابات. النظام السياسي عمر، احنا متفقين وتحدثنا خارج هذا، النظام السياسي الأردني في أكثر حالاته استرخاء واستقرارا. نعم. طب خلينا انت الموضوع الاقتصادي شيء ثاني. الإجماع، أنا بقصد الإجماع على العرش، على جلالة الملك، محبة الجيش، محبة المخابرات يا عمر ارتفع. احنا ما كناش نحب المخابرات. صحيح. احنا جيلنا كنا خصوم. صحيح. جيلنا نعم. صحيح. كل شوية تعال على التحقيق واطلع من التحقيق. الآن احنا منقول احنا أمن، احنا قوة أمن. قصة إربد اللي، نعم، اللي صارت في إربد بشرفي رفعت رصيد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، كل شيء، الأجهزة الأمنية والدرك. صح. وفيصل الشوبكي وكل الأجهزة، كل الدنيا. طح. شايف هذه لأنها درأت عن البلد وحسست الناس، والناس حاسة أنه في خطر يستهدفها، خطر، وفي أيضا في كفاءات كبيرة بتتحرك وبتحمينا وبتحمي. طيب خلينا نأخذ الأستاذ محمد أبو صفية، طولنا عليك أخي محمد، مساء الخير. مساء الخير أخي عمر، إلى كل محمد داودية. الله يخليك. بداية أخي العزيز، أنا بالنسبة لي مراقب للانتخابات النيابية منذ عام 1988، نعم، وربما نقول مدير الدائرة الثانية والرابعة بالعاصمة عمان بالانتخابات، عملت التحالف مدني راصد، يعني كنت مدير الدائرة الثانية والرابعة للانتخابات السابقة واللي ما قبل. إذا ما تحدث وقول عن موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات، نقول الرقابة عليها الانتخابات، يعني عندما يقفل الصناديق أخي عمر، خلينا نقول التجميع اللي بيكون في المراكز الفرعية بالمدارس الرئيسية، المسافة لا تستغرق 10 دقائق لربع ساعة بالسيارات، وبنمشي بسياراتنا بنشوف إنه بيتم، يعني خلينا نقول تأخير 6 ساعات و7 ساعات، بيجينا بعض كشوفات أثناء الفرد، خلينا نقول إحنا بنكون مسجلين أرقام الصناديق والكشوفات ما بتكون، خلينا نقول بدقة الأرقام اللي بتكون موجودة معنا. نعم. إذا ما تحدث معك أخي عمر عن الانتخابات الماضية، الدائرة الرابعة كان 263 صندوق، فرزنا 262 فقط لغير، واعترضت أنا شخصيا للجنة والهيئة المستقلة وكلياتها، عارف الصندوق 63 عميت بيّن بعد 8 شهور، بيّن بالظليل، سبحان الله، مشى من سحاب لغاية الظليل الصندوق هذا. فهاي النقطة أتحدث معك فيها، أتحدث معك عن البطاقات للهيئة المستقلة، عن ما يصرفوا لنا إحنا كمراقبين، أو حتى كل المراقبين الثابتين اللي بيكونوا في المدارس. نعم.
خلينا نقول في ناس من خلينا نقول بتصير آخر شيء عبارة عن تصوير والأمور هاي عبارة عن كتابة اسم، ولربما خلينا نقول لك صح تراديو شفافة والأوراق كلها وشاهدنا يعني الانتخابات المجلس 16 أخي العزيز تحديدا وليس 16 سيارة خلينا نقول بنقدر نميز إحنا عن أبناء يعني أبناء عمومتنا وأبناء وأخواننا كل احترامنا كل الأجهزة الأمنية والعسكرية. كنا نشوف يعني أسلم على السيد عمر كلاب وأعرف إنه عمر كلاب موظف بوزارة الداخلية في أحد الأجهزة الأمنية، أشوف بيدو ورقة صار يتصوت عارف كيف أنت مني، وهاي كتبنا وشاهدناها. خلينا نقول المخالفات اللي بتقول يعني الخلاصة محمد المال السياسي أخي العزيز صورناه بالفيديو بأرقام المصاري وكل شيء قدمنا هي مستقلة، ولكن ما في في بعض نواب المجلس 17 تم خلينا نقول حجزهم واعتقالهم، هم الآن بدور الرقابة. يعني ما كان في جدية في ملاحقة المال السياسي. لو قلت لي أنا مؤسفني أنا انتخبت المجلس 17 على اللي أنا بشوفه في الانتخابات أخي عمر كمواطن أردني حقي هذا، أنا مثلي بتنازل عنه ما راح أنتخب على الفوضى اللي إحنا بنشوف ونحن نشوف داخل القاعات وخاصة بعد الإغلاق بعد الإغلاق لغاية إعلان النتائج يحصل يعني أقول لك إياها بعض مرات حتى تطفى أجهزتنا الخلوية وطفيت في المجلس 17 وكنا في الدائرة الرابعة في مركز التجميع إجا جهاز مع أحد الأشخاص والإرسال أطفي من هواتفنا النقالة الموجودة كانت. شكرا أستاذ محمد شكرا. يعني أيضا كما قلت أبو عمر الإجراءات أخطر وأهم، النزاهة أهم من القانون. صحيح. الأستاذ محمد أبو صفية وهو مراقب يعني بمراقب دورتين ما بدنا نقف كثير عند السابق، هل تمتلك الهيئة المستقلة بتركيبتها الحالية الجرأة للجم المال الحرام؟ أنا بحبش أسمي المال السياسي لأن هذا مش مال سياسي هذا مال حرام. هل تمتلك الجرأة للقول قبل مش تخلص الانتخابات تستقيل زي أخونا عبد الله الخطيب أتون الانتخابات تقول يا أخوان أنا مش قادر أسيطر في تدخلات خارجية؟ هل هذه الهيئة تحتمل مثل هذه الرؤية الجديدة؟ يعني لا يمكن إنفاذ هذا المرغوب، يعني لما خلص لما بتصير انتخابات ما بتقدر الهيئة تيجي تقول أنا مستقيلة، بتفرض كل الانتخابات إذا تبزورة كل الانتخابات بتفرض، يعني في سلبيات راح تكون في كل الانتخابات نعم السابقة والقادمة. اللي حكى الأخ أبو صفية قلنا إحنا قلنا شابت الانتخابات السابقة ما شابها من تزوير وتم الاعتراف به وإلى آخره، هذا بدنا يعني نتفادى إلى حد كبير جدا. المال السياسي يعني أو المال الحرام كما تفضلت مش ممكن ينتهي، يعني في وسائل تقية من اليوم مختلف من اليوم ومن مبارح شايف، يعني ما في حاجة تيجي أنت تدفع لمحمد داودية مشان يصوت لك مشان تأخذ الصوت، في بتقدر انت مشان يعني تضر عمر بتيجي بتقول يا محمد داودي يترشح بترشح باخذ له 1000 صوت عن عمر بكسر ما في حاجة تشتري الألف صوت، تشتري واحد شايف وبيجي بياخذ بيحجز عنه أصوات، الفرنسيين بسموها مزبلة أصوات، لما اثنين بيكونوا أقوياء بتنزل ابن عم واحد منهم مشان يضعفه فباخذ اصوات بسموها مزبله اصوات. في ناس بيلعب هذا الدور، هذا تزوير شعبي، هذا تزوير مال سياسي الى اخره. في ناس في الانتخابات ما بيشتري اصوات، ما بيجي بيقول بدي تصوت لعمر هاي الصوت ب100 ليره، لا بيجي بيقول اذا انا وياك متنافسين مثلا ما بيشتري لك اصوات باخذ مني اصوات، بيجي بيقول له اعطيني بطاقتك اللي بدك تنتخب فيها هاي 50 دينار وبحرقها، عرفت شو؟ بيحجب أصوات يعني في وسائل مختلفة هذه من الصعب ضبطها. أما قصة الصوت بخمسين ليرة وبمئة ليرة وبمئتين ليرة صارت هذه هذا أسلوب بدائي صحيح للي. احنا بنحكي عن الأسلوب التزوير الممنهج اللي بتقوم فيه أجهزة الدولة، وهذا إذا سمحت لي بده يكون يعني مفصلنا في الجزء الثاني من الحلقة بعد يعني فاصل وموجز أخبار. سميرة اليوم ما أعطتينا ولا أغنية من هالقلب لعيون وأغلى الناس مثل الصور ضوينا حب وإحساس تمرق سنين حبنا يزيد وما بينقاس شوفت أرض خضرا حرة ما بتنداس انتو مرة ليدي اللي بتضرب هالفاس نبني البلد صوت البلد من الأساس غمر الدفا رشفة قلب وضحكة بيت صوته حلو حدوده شفق لونه ما
راديو البلد 92.4 FM. اسمع تفرح جرب تحزن. اسمع تفرح جرب تحزن. عدنا لكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من اشتباك مباشر لإكمال الجزء الأول مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد داودية. ونذكركم بهواتف البرنامج 460-12-16 460-12-04 و 079-639-570. ويمكنكم متابعة الحلقة أيضا على الفيسبوك على صفحة راديو البلد. حتى السمي عذاب لش الطغير. أستاذ محمد، كنا قد يعني وقفنا في قبل الفاصل على سؤال، هل يمكن للهيئة المستقلة للرئاسة الجديدة للهيئة أن تضبط هذا الإيقاع، أن يعني تكون قادرة على الوقوف وإعلان يعني إذا حدث تدخل؟ هذا من جانب. الجانب الثاني يعني ثلاث هيئات بانتخابات واحدة، قدي مبشر كمان هذا الاستقرار يعني كمان مزعج. شوف أخي عمر، الحقيقة الانتخابات كرامة بلد، سمعة بلد، نعم، وقوة بلد، ولذلك يعني لا توكل مسألتها بهذه الكيفية. إذا بدنا نأخذها إنها كرامة بلد وكبرياء بلد، لا توكل إلى هيئة واحدة فقط. صحيح. إلى جزء واحد من هذا البلد. الهيئة المستقلة الانتخابات مايسترو، بيعمل الحركات، في عازفين عشرات إذا مش مئات العازفين. إذا أنت بتحكي عن، قلنا الهيئة المستقلة بنية فوقية، في بنية تحتية، بنية تحتية تقدر بعشرات، خلينا نقول بعشرات الألاف، 30-40 ألف. نعم. هذا واحد. الهيئة المستقلة بقيادة الدكتور خالد بتحتاج إلى تعاون كل الناس، من المخابرات إلى الجيش إلى الداخلية إلى المتصرفين إلى المحافظين إلى وزير الزراعة إلى الدرك إلى الأمن العام إلى البحث الجنائي، كله هذا لازم يكون يعني مسخر طاقته ومسخر نفسه لخدمة كبرياء البلد وسمعة البلد وشرف البلد. هذه شرف البلد. الأردنيين بدهم يروحوا انتخابات، بدهم حطوا ثقتهم في الصناديق، بدهم المكنة بتحط فيها لحمة بدها تطلع لحمة، بتحط فيها كرتون بطلع كرتون. ولذلك كل البلد لازم تكون مؤمنة بأنه هذه كرامة وطن، مؤمنة كلمة صحيح، أنه هذه، أن تؤمن بأن هذه الانتخابات ليست شكلية وليست يعني معروفة النتائج مسبقا وليست مزورة وليست كذا، وأنها كلما ساهمت بتحقيق إيمانها بأنه هذه الانتخابات لها، كلما تمكنت الهيئة المستقلة للانتخابات من إدارة حسنة ورشيدة لهذه الانتخابات. لذلك بيحتاج الدكتور خالد إلى لقاءات هائلة مع الناس على قاعدة اللي حكينا فيه في البداية، استرداد ثقة المواطن بالانتخابات. لما بيستردها بيجي دور التنفيذ الحسن، بنقبل على الانتخابات. في الدول اللي ما في إقبال على الانتخابات، لما بيروحوا 20% و25% على الانتخابات بسبب عدم ثقتهم بالانتخابات، بتضطر أيضا الدول تزور مشان ترفع النسبة. صحيح. بتزور يعني بالأرقام، بيقول لك محمد داودية حصل له على 200 صوت بيعملون 20 ألف، فبدهم يضاعفوا الأرقام ويحطوا أصفار للأرقام. وبالتالي الموجودة. بالتالي بنرجع ل يعني أنت تقترح على الهيئة المستقلة أن تبدأ حوارات قبلية الآن مع الناس، مع المكونات السياسية، مع كل الفئات، من أجل استرداد الثقة. وهذه مهمة الدولة خالد، يعني في رأس حربة فيها، أن تسترد الدولة كلها ثقة المجتمع الأردني بالانتخابات، وهذا مقدور عليه، لكن يعني بيحتاج إلى جهد كبير وإلى برنامج وطني. وقد نحتاج في فترة من الفترات إلى ضمانات بجوز عليا حتى، شايف؟ هذه المعادلة الآن. المعادلة الآن الهيئة المستقلة للانتخابات هيئة ضرورية، هيئة من ضمن الإصلاحات الدستورية اللي تمت، لكن في جملة كبيرة جدا من الاحتياطات والاحتياجات اللي بتحتاجها هذه الهيئة.
مثلا من 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 نزاهة الانتخابات أن لا تجري هذه الانتخابات في ظل هذه الحكومة، ولا وأنت بدك يعني الحكومة اللي حطت مشروع القانون وقدمته مش مفروض أنها تقطف ثماره. تعرف يعني الحكومة إلها أصدقاء من النواب الحاليين، إلها أصدقاء وإلها أعداء، خصوم. يعني في خصوم شكوا إنه مش مسموح ياخذوا ثمن علاج، مش مسموح يشوفهم الرئيس، مش مسموح كذا. إذا في أصدقاء، هذول الأصدقاء مش معقول يظلوا أصدقاء هيك معنويين، بده يصير في يعني مجاملة خلين بين قوسين أقول إلهم، من وزير كذا ومن وزير كذا ومن وزير كذا، برفع السماعة لو أقول لك لو بس المرشح رفع السماعة على عمر كلاب وزير الزراعة وقال له سلامات وفتح السبيكر أهلا أهلا حبيبنا أهلا أهلا شيخنا أمام الناخبين ولا يهمك وكل اللي بدك إياه وكل الدعم مش عارف شو، تهينا. هذا شكل من أشكال يعني الميل، ديش أقول التزوير، اللي إله نتائج عند الناس. نعم. الناس بتعرف بتهتم، والله عمر مخش، عمر إله عند الوزراء. صحيح. عمر بفوت نافذ بيعرف بعمان، ما بتوهش بعمان. هذه الانتخابات ما بصيرش تكون في ظل الحكومة اللي الحالية. طب حتى نكمل على نفس الفكرة أبو عمر، أيضا هناك أفكار تطرح أن يسلم مجلس جاهزين أيضا لمثل هذه؟ لا أيضا لا، هذا يعني الناس أيضا بدها المجلس ليش يظل لا يخلص مدته إذا مش قادر يعمل نصاب؟ يعني هو المجلس بيجتمع حتى يظل حتى آخر مدته؟ والله لو بيظل يعني صحيح إنه الأصل أن يكمل المجلس مدته الدستورية، لكن المجالس اللي من 150 بتقدرش تجيب 76 تعمل نصاب، ولما بصير في 76 آخر الأمر بتفقد حالك ولا في 23 وبضطر رئيس الجلسة يقضب من هون ويجيب من هون. يا رجل أقسم بالله إنه إشي، أنا أقول لك أنت بالسوق يا عمر وأنا بالسوق، إحنا متحرك ونلف ونروح، وإن أصدقاء من كل المحافظات وكل المخيمات وكل البوادي. الناس ما بدها مجلس النواب الحالي، الناس مجلس النواب الحالي صدمها وما يزال. الحكومة ما بدها إياها الحالية أيضا، لأنه كمان الحكومة الحالية نقلتنا من يعني من ركود إلى كساد تقريبا. صحيح. وعلى حسابك، على حساب جيبتك الحلول كلها، وهي في رفع كمان شوي للكهرباء لما امبارح وزير المالية. على حال أنا يعني قناعتي إنه ما بيصير تجرى الانتخابات في ظل الحكومة التي، بديش أقول الحكومة الحالية، الحكومة التي وضعت قانون الانتخاب، الحكومة التي إلها 3 سنين بالمجلس بتشيله بتحطه بتعزه بالذل. أصلا لما صار لها أصدقاء قدمت لهم خدمات، ما بصير هذول الأصدقاء أيضا يظلوا حتى يكملوا مدتهم، خاصة أنه في عيوب هائلة بتشملهم، من ضمنها أنه ما بوفروا نصاب، ما بوفروا يعني نصاب. جزء من الحاكمية أو من الدافعية، أحسنت النزاهة، النزاهة أنه هاي الحكومة والمجلس يعني الله يعطيهم العافية، شكرا السبب. الناس بتقدر وبتحاسب مجلس النواب، ومجلس النواب لاحقا يعني أنا بعتقد راح يصير فيه تغيير كبير. طب في ظل هذه الأجواء أنت الآن أطلقت خطوة سياسية كبرى، نعم، هل هذا بالنسبة لكم حافز أنكم تنزلوا بالانتخابات تشكلوا قوائم تتحركوا؟ طبعا. ولا يعني لساتكم شوي التجربة السابقة مأثرة على، يعني التجربة السابقة ما بتعيقنا وما عمرها عاقتنا شايف؟ نعم. هذا واحد. يعني احنا دائما في، احنا من جماعة الامل اخي عمر، والان في حكي، بالعكس في حكي انه ننزل بقوائم وطنية. نعم. يعني على مستوى الوطن كله، انا مش مترشح بالمناسبة شايف. نعم. بس يعني لما قرار نهائي هذا، والله يعني ما فيش قائمة وطنية، ترشحنا على القائمة الوطنية المرة اللي فاتت وكان بس انت فزت على الطفيله، ما فزتش على القائمه الوطنيه، فزت على الطفيله. آه طب خلص. صحيح. وانت بعمان ايضا يعني يا سيدي في شباب جداد والله. نعم. بالطفيله بيرفعوا الراس جد. نعم. والله في شباب جداد وجيل جديد، زي ما بديت بالحكي انا، في جيل جديد من الشباب المتحمس الوطني اللي كفاءه ايضا واللي جاد واللي بده يروح يقعد في البرلمان ما يغبش وما يضلش يقضي على السفر الى اخره. الامر يعني احنا ندعم، في عنا شباب بدهم يترشحوا فردي يعني بمحافظات. نعم. مختلفة شايف، وسندعم يصير في تشبيك بين مرشحين من مختلف المناطق، يعني مش بس الإخوان بيقدروا ينزلوا
شعار موحد وبيان موحد وصفحة موحدة لكل مرشحينهم. لا، شباب الوطن أيضا بيقدروا يعملوا هذه الصيغة، يعملوا برنامج انتخابي موحد بيحمله مجموعة من الشباب، يعني ممكن في محافظات مختلفة ودوائر انتخابية مختلفة. هذيك الساعة بتصدقهم أنت، أما لما يجي محمد داودي يقول لك أنا بدي أحرر غزة، يعني مين معك؟ لو في فعلا مجموعة كافية تحمل هذا الشعار، قالوا في 60 مرشح بجوز يكون أكثر قابلية للتصديق من غيره. هذا اللي بنشتغل عليه، بنشتغل على يعني عناصر جديدة، وبنشتغل على أيضا في مجلس النواب الحالي في كفاءات مذهلة، كفاءات صادقة، كفاءات يعني أخلصت بالملموس مختبر. بالملموس نعم، والناس بتعرفهم وما حدا بيقدر يعني يزيد بعيار حدا ولا بسعر حدا ولا حدا بيقدر يبخس حدا. اللي طوله 180 180 منقدرش نقول عنه 150 نكذب، شايف؟ ولا منقدر نقول عن أبو اللي وزنه 5 كيلو منقدرش نقول عنه وزنه 50 لأنه منكذب أيضا، والناس يعني قادرة على التمييز. إذن في مجلس النواب الحالي كفاءات ونواب برهنوا على جدية وبرهنوا على مصداقية وبرهنوا على حرقة أيضا على دورهم وحققوا إنجازات، وفي أيضا كوادر ممتازة بالشعب الأردني. إحنا كمان نحكي إحنا وياهم من أجل تشكيل قوائم واتجاه وطني حداثي أيضا ليبرالي، مش يعني مغلق أيضا بيثيرش فزع الناس، مع العرش ومع الدستور، يعني قوائم وطنية دستورية. قلت لك أخي عمر وأنت بتعرف أن لا خطر من أي مجموعة سياسية حتى من الإخوان المسلمين، أنا كنت أقول عنهم دائما قوة أمن وتوازن. نعم. شايف واتزان، وجزء من النظام الوطني العام، وجزء من النظام الآن يعني جرى ما جرى عليهم من تحولات وتغيرات وإشي، إذا كانوا ما بيخيفوش في السابق الآن ما بيخيفوا، ما بيخ... نعم. لا يخيفون أيضا. وأنا يعني بتمنى يترشحوا، وكمان نقيس زي ما قسنا في انتخابات نقابة المعلمين من 286 مقعد في انتخابات 2014 إلى 147 مقعد في ويوم الأربعاء بعد بكرة، يعني ببين زي ما لا أعلن هم لن يترشحوا للنقيب. خلص يعني قدموا مبادرة 7 ب8 اللي بأخذ النقيب بأخذ 7 و8 نائب نقيب، ولكن أغلق يعني أظن أنه أنا مبارح سمعت منهم أنه لن يخوضوا على مقعد النقيب. محسومة وهذا أنا بقول في مثل عند العرب بقول إذا شفت غصب سويها كرمه. يا سيدي احنا ما يخلف عليه، بقول في النهاية هذا مكون سياسي بدناش نتجاوزه. نعم، لا ما حدش بيقدر يتجاوزه. ولكن هل الهيئة المستقلة، أنا بدي أقول يعني أخونا خالد الكلالدي في أبان الحكومة تصادم مع هذا المكون، كيف يمكن أن تنتقل الهيئة من الصدام مع هذا المكون بالرئاسة، أنا بحكي مش بالشخوص، كيف يمكن أن ننتقل؟ وشو فلسفة يعني، مع احترامي لهذه، شو فلسفة يعني 3 أطباء؟ ما فهمتهاش. شوف يعني أنا بعرف خالد وهو سياسي نزيه أيضا، عنده تجربة سياسية طويلة، كان عضو مجلس نواب أكثر من دورة، كان عضو مجلس أعيان، ويعني ممارس أيضا في الحياة السياسية موجود. السيد زهير أبو فارس، أبو فارس يعني أيضا بهالإطار قريب، لكن أنا ما بقدر أقول. أنا بتمنى كنت أنه تكون التشكيلة من محامين مثلا، من قضاء، في الإبراهيم قاضي واحد، في الإبراهيم قاضي، بتمنى هيك، لكن هذا ما بلغي دور يعني أن يكون فيها صحفي زيك، يكون فيها إعلامي، يكون فيها حقوق إنسان، هذه الأقرب. لكن هذه التشكيل الآن إحنا بدنا نمشي على هذه التشكيل الموجودة. أنا بعتقد إنه 5 اللي في هذه التشكيلة عليهم أن لا يناموا الليل بأمانة، اللي وأنا يعني ظن بأخيك خيرا، أنا بعتقد إنه مسؤوليتهم كبيرة، وأنا بعتقد إنه هم بيدركوا هاي المسؤولية، ويجب أن لا يناموا الليل لأنه مهمتهم هائلة. أول إشي بدهم يشتغلوا، وإحنا كنا جنود معهم من أجل إنجاح برنامج وطني لاسترداد الثقة بالانتخابات. الأمر الثاني، نحن كلنا أيضا ككتاب وكصحفيين وكمثقفين مع حض الناس على المشاركة في الانتخابات، وهذا كمان ما بكسر التزوير،
وإرادة المال الحرام إلا المشاركة زيادة العدد كل ما ارتفع العدد نعم أخي عمر أنت بتعرف المعادلة اللي بيحكوها الإنجليز البرلمان السيء يصنعه الناخبون الجيدون الذين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع اللي بغيب عن صندوق أحسنت البرلمان السيء يصنعه الناخب الجيد الذي لا يذهب إلى صناديق الاقتراع لذلك احنا يعني أولا لما بزيد العدد بيصير للنائب وزن نوعي بيصير عمق تمثيلي له أكثر مما يعني أنت مثلا لما بتقول خليل عطية بعرفش أصحاب بعدكم أصحاب جميل أنا صديقي أبو حسين صديقي يعني قديما وحديثا حتى الحكومة حتى الدنيا بتوزنه بشكل مختلف ما في شك لما واحد يعني بهذا المعيار لما بيجيب 20,000 صوت هذا عمق تمثيلي كبير له بغض النظر يعني أنه عملاق ولا مش عملاق لكن الناس يعني لا تجمعوا أمتي على ضلالة الناس لما بتنتخب خليل عطية مع احترامي للقبه طبعا وأخوي الحبيب أبو حسين وآسف أني استخدمت يعني مصطلح يعني نعم. تمثيل بشخص لكن ما بنقدر لكن الوزن النوعي للقوة الصوتية له دلالة يعني هذا ولما الناس بزيد عدد المشاركين في الانتخابات بزيد وزنك النوعي بزيد عمقك التمثيلي بتصير الناس تلجأ لك أخي عمر بأمانة إحنا في الأردن حالة فريدة في العالم كله يا في الثنائية اللي موجودة في عنا مش موجودة في العالم يا في قبة يا في شارع في العالم بيروحوا الناس على الشارع مرة كل 5 سنوات أو 6 سنوات أو 4 سنوات حسب نظامهم الانتخابي بيروحوا على الشارع بصفوا طوابير وبفوتوا بنتخبوا وبروحوا بناموا ليلهم الطويل لأنهم خلص انتخبوا ممثلين ونوابا خلصوا المهمة اللي اسمه نائب خلص خلصوا المهمة وانتخبوا بثقة وبأمانة وبمعايير موضوعية ووطنية لذلك لما بتصير مشكلة موجود عمر كلاب بيمثل مصالحهم موجود بدافع عن مصالح خلنا نقول رأس المال عن المقاولين البنوك عن المعلمين عن البنوك عن الصناعيين عن التجار في انتخبت الناس من يمثل مصالحهم تمثيلا صحيحا وأمينا احنا عنا لا مننتخب وبعد شوي مننزل على الشارع النزل على الشارع لأنه اللي بيمثلونا لا يمثلوننا احنا انا ليش بنزل على الشارع وليش بتنزل على الشارع انت لما مصالحك لا تجد من ينطق بها من يعبر عنها من يدافع عنها اما انت بتصرخ بتقول ما بدناش نرفع سعر كذا وبدنا نحجب الثقة وبتوقع على عريضة مشان حجب الثقة وبعد شوي بتجدد الثقة عمليا لذلك ثنائية القبة والشارع ثنائية قاتلة لازم تنتهي لما انت بتنتخب زلام اخي عمر انت يعني ابن بلد برضو بتعرف المثل الشعبي اللي عنا عند اهالينا بيقول قوي ضعيف حلالك ولا تقوي ضعيف رجالك صحيح ضعيف حلالك راس الغنم بتقوي بقوى بتاكله ضعيف رجالك بقوى بوكلك قوي ضعيف حلالك ولا تقوي ضعيف رجالك هذه القاعدة لأنه ضعيف حلالك إذا قويته أكلته وضعيف رجالك إذا قوي بوكلك أنت فأنت ليش تجيب هياكل يعني مستهلكة في إسلام ليش تجيب أنت قاعد يعني شخصيات كرتونية وهزلية وهشة وضعيفة وما عندهاش عمق تمثيلي هذولا بكرة أنت الآن في بحبوحة وفي نعيم وفي استقرار لا سمح الله لو صار شيء بدك بكرة لا جربنا بالربيع العربي ما لقينا حد يمون على الناس يعني بلا والله يستغلوا الربيع العربي مشان ياخذوا فلوس فتحوا سوبر ماركت الربيع العربي صار له وتسكيرته ضرت فيهم صار فيه كم من عدد غير قليل من الشخصيات صاروا يروحوا يقولوا عندي انا بروح على الطفيله انا بروح على كذا ويدفعوا لهم رش 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 وعمان وعلى المناطق نعم بالاخير نعم طلعت ما بتمون ولا بتمثل طب لان نحن بانتظار تعليمات تنفيذيه ابو عمر وانت خبير في الانتخابات ان كنت بجوز انا بتذكر انت اول صحفي حلل الدوائر الانتخابيه بالزمانات صحيح 98 نعم حللت الانتخابات وثم شاركت بها بالدائرة المفتوحة السنة 93 الصوت الواحد ثم بالقائمة الوطنية الآن التعليمات التنفيذية وهي فرصة أن يعني نختم ماذا ترى في ضرورة أن تكون التعليمات التنفيذية للانتخابات يعني العقوبات واحدة من أهم العقوبات والتدقيق
وجلب أيضا المخالفين. نعم. وهذه ممكن يعني الوصول إليها مشاركة، يعني الإحساس ب بتستخدم جملتك الإيمان بأن الانتخابات مهمة وطنية، بأنها شرف وطني، وبأنها يعني الناس بترقبها. نعم. أنا والله لما بصير تزور بحكي، بقدرش معك. أه طبعا بنحكي وبدنا نحكي، ولذلك بنتمنى ما يصير تزور. وإن صارت نزاهة بدنا نحكي. وإن طبعا أول يعني إذا النزاهة 51 منساويها 58. نعم. شايف هذه المهمات الرئيسية، التعليمات التنفيذية، والله يعين اللي بده يحطها، بده كمان ياخذ رأي الناس فيها، يعني ما يقعدش بغرفة ويقول أنا بدي 1 2 3 4. الناس والله أنا مثلا بقرأ على الصحف وبقرأ بالفيسبوك وبسمع محطات وبسمع كذا، بستفيد يعني الناس إذا بيطالعوا يشوفوا عندها أفكار، عندها أفكار وشبابنا والله بيطلع أفكار ممتازة. أيوة أنا هذا اللي بدي أصل له، في أفكار جديدة عند الجيل الجديد. إحنا بنسمع، أنا التقيت بابنك مؤاب وعمر وراحوا عند طاهر دولة. نعم. طاهر المصري وحاوروا وقال لي إيش هالجيل هذا، قلت له هذا الجيل اللي بنفتخر فيه واللي بنؤمن فيه أيضا. المعنى بنرجع لموضوعك الرئيسي إنه التعليمات التنفيذية، خلينا يعني ننسب، بديش أقول ننصح ونلعب دور يعني أكبر من لا ننسب لا دكتور خالد الكلالدي، وهو أنا زي ما قلت لك رجل صديقنا وصادق يعني وصديقك نعم ورفيقنا ويعني ما في شك رجل أمين وصادق ومخلص. شايف ننسب له أن يوسع فرجار المشاورات ومعه وقت. شايف أما الانتخابات بدها تصير، يعني جلالة الملك هذا التتابع في مواكبة متطلبات الانتخابات وآخرها تعيين الهيئة المستقلة للانتخابات، هذا بيأشر على أن الانتخابات في استنتاجاتي واستنتاجاتك ربما أنها ستجري هذا العام. هذا العام لا أكيد. شايف ما في مبرر لاستمرار المجلس النيابي الحالي، لأنه يعني فقد ميكانيزم، فقد طاقته، لا طاقة ولا حضور طاقته. أنت زي اللي ركض ماراثون، يعني بيصل بعد ما يوصل للخاتمة بيقع. نعم. بتظلش فيه الطاقة، صفر بتصير طاقة المجلس الحالي، صفر. مع احترامي لعاطف الطراوني رئيس المجلس الذي يبذل جهدا غير عادي، ولكن ومن أجل حفاظ على كرامة المجلس. صح. ومن أجل أيضا حماية المجلس ومن أجل تحقيق إنجازات إيه بتعود للمجلس بالأخير، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنا أستاذ محمد في نهاية الحوار، واللي أنا دائما يعني بتعلم وبستفيد وبستمتع بالحوار معك، الله يخليك لا أستاذ محمد، يعني شكرا لك على هذا الحوار، شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا سميرة من الهندسة الإذاعية التي ترافقيني دائما، وشكرا وإلى اللقاء.